ما فيش عندنا أنجلينا جولي، ما فيش عندنا توم رايدر. لما أبويا مات وجينا لكم كان لينا حق، وأنت عارف إن إحنا كان لينا حق. شوية كده شغالة عن نفسي، بتدرب أتعلم ملاكمة، بتمرن زي الولاد، بشيل اوزان تقيله وحاجات كده، مش حاجات بتاعه البنات الخفيفه، علشان اطلع شويه من حته زينب وفريده والادوار الناس شافتها وايمان وبقيه الحاجات، من البنت الهاديه الرقيقه اللي ده. فانا بقالي شويه شغاله على نفسي في حته تانية خالص. عندنا الاكشن، عندنا نجوم اكشن كبار جدا في مصر، عادي جدا ان احنا نحطهم ونقارنهم بنجوم هوليود، بس احنا عندنا روح المصريه والعربيه دي اكتر بتبقى باينه. بس للاسف ما فيش عندنا انجلينا جولي، ما فيش عندنا توم رايدر، يعني ما اقصدش حاجه، بس فيش عندنا الممثله اللي تقدر تقول يلا بينا نطلع ونشقلب وننط من فوق ونعمل. بقالي فتره كبيره جدا شايفه الموضوع ده، انه طب انا اشتغل على نفسي، والله لو جت فرصه ابقى انا اوريدي جاهزه. انا حلمي ان احنا نبدا بجد نعمل حاجه اكشن في مصر، بليز نعمل حاجه اكشن، وانا هبقى متطوعه وما عنديش مشكله، بس خلينا نجرب نعمل حاجه.